مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم زغروسا. ليش بيشرب الواحد؟ بيشرب أحيانا لحتى يحسن مزاجه، أنا مبسوط مبسوط لحتى يروق شوي. بس أحيانا بيكون المشروب سيء جدا، بيعمل لك عكس ما تريد، بيعمل لك مزاج سيء جدا. وأهم شيء الأعراض اللي بتجيك بعد الانتهاء من الشرب اللي تسمى الهانجوفر أو أعراض ما بعد الشرب. وطبعا هاي الأعراض كلها بتجيك بعد ما تخلص من جلسة الشرب. شو هي هاي الأعراض؟ بتكون صداع، دوار، غثيان، يعني شعور انه بدك تتقيأ، ممكن أرق إذا كنت نايم بالليل، تعرق أو برودة بنفس الوقت، مزاج سيء. كل هاي الأعراض ممكن تجيك إذا شربت مشروبات كحولية بكثرة، أسرفت بالشرب، وإذا شربتها بطريقة غير صحيحة. طيب شو بدنا نعمل لحتى ما نوقع بهاي الأعراض المزعجة؟ أول شيء لا تشرب كتير، لا تشرب كتير أبدا. مهما كانت جودة المشروب عالية رح تعمل لك هاي الأعراض إذا شربت بكثرة. ولا تشرب مجاملة، يعني صديقك قال لك شرب كاس كرمالي، صاحبتك قالت لك شرب كاس كرمال عيوني، لا تشرب ابدا، عرف حدك ولا تشرب. انا تلاقيني فنان جدا في الخمر، انا بشرب خمره بغباوه. طب ما قلتليش ليه؟ اجيب لك خمر. لان اذا جاملت بالمشروب وشربت اكثر من اللازم ما رح يصير معك مزاج عالي ابدا، رح يصير معك مزاج واطي كثير. لا تجامل بالمشروب، عارف حدك، وكل شخص له حد. ما بقدر اقول لك شراب كاس او كاسين او ثلاثه، لان بتفرق من شخص لشخص، بيفرق نوع الجنس ذكر او انثى، بتفرق بالوزن ان كان وزنك عالي ولا وزنك خفيف، بتفرق بالسن بالعمر، بتفرق اذا معك بعض الامراض. كل شخص هو بده يكون مقياس لنفسه ويعرف الكميه اللي بده يشربها. واذا انت من الناس اللي بيجيك هانجوفر او حتى ما بيجيك هانجوفر، اتبع هي الخطوات وانا متاكد يعني بنسبه 90% رح تخف الأعراض كتير. خطوات بسيطة جدا. فأول شيء لا تأكل ومعدتك فاضية، الشرب على معدة فاضية من أسوأ ما يكون، ورح يجي هانجوفر شو ما عملت إذا شربت ومعدتك فاضية. كل وجبة فيها كربوهيدرات، كربوهيدرات رز أو بطاطا وكل شو ما بدك يعني، بس الأفضل يكون فيها كربوهيدرات، لأن المشروبات الكحولية بتنزل السكر بالدم، وإذا نزل السكر بالدم رح يصير معك هانجوفر. فكل وجبة قبل ما تشرب. تاني شيء، شرب ببطء، لا تشرب بسرعة، لا تعبي الكاس وتشربه مرة واحدة، هذا شيء كمان سيء جدا. شرب ببطء لحتى جسمك يعرف يعالج الكحول وياخده بسلاسة يعني، ويعمل لك مزاج رايق. إذا نزل مرة واحدة على الكبد ما رح يعرف يتصرف وراح يصير معك مشاكل. طبعا تكون عارفان شو عم تشرب، ما تكون شاري مشروب بشكل غير قانوني وعم تشربه، هذا ممكن ياخذك ابعد من هانجوفر، ممكن ياخذك على المستشفى او بعد المستشفى كمان. فلا تشرب ابدا مشروب ما بتعرف مصدره او تشتريه بشكل غير قانوني. ايه يا اخي انت شكاك مره ترى يا الحديد. رقم 3، يفضل وانت عم تشرب تاكل بعض المأكولات الخفيفة، مكسرات، بعض الخضروات مثل الجزر او الخس، ممكن تاخذ لحوم، يعني هي الامور كلها فيها زنك، المكسرات فيها زنك واللحوم فيها فيتامين بي، هدول الزنك والفيتامين بي بخففوا اعراض الهانجوفر، وافضل للمعدة كمان وانت عم تشرب، الافضل كمان تاخذهم مشان المعدة. رابعا تكون بمكان فيه تهوية، ما يكون مكان مكتوم، لان معظم الكحول بيخرج عن طريق التنفس، فانت محتاج كتير اكسجين لحتى جسمك يعرف يعالج الكحول. خامسا هي الحالة النفسية. الحالة النفسية شو يعني؟ ما تكون قاعد عم تشرب بمكان سيء مزعج، او ما تكون قاعد مع ناس غثيثين تشرب، مو بيجيك هانجوفر بتقوم بتتقيأ عليهم يعني. وهذا سيضطر الانسان يعني يكون المكان اللي قاعد فيه مريح نفسيا، الناس اللي قاعد معه مريحين، يكون المكان ما فيه توتر، لان التوتر بيجيب لك اعراض سيئه جدا. وسادسا واخيرا لكن هو الاهم، اهم شيء ممكن تعمله لحتى ما يجيك الصداع او الهانجوفر بعد المشروب، هو شرب المي. شرب المي مش مجاملة يعني تعمل لي كاس وتقول شربت مي، لا، انت حاطط كاس مشروب جنبك، تاخذ من هون شفة او شفتين، وبتلحقهم بشفة او شفتين كمان مي. بالبداية إذا أنت مو من الناس
اللي بيشربوا خلال الشرب رح تحس بالبداية انه الوضع مش تمام، يعني انه كيف اشرب وانا عم بشرب خمور. بالبداية ممكن تحس هيك، بس بعدين رح تتعود ورح تحبها. وصدقا اهم شيء ممكن تعمله هو شرب الماء قبل وخلال وبعد، يعني مقابل كل كاس مشروب تشرب كاس مياه، ولما تخلص جلسة المشروب نهائيا تشرب لتر مي، او قبل ما تنام تشرب لتر مي. المي رح يحسن الموضوع اكتر ما بتتصور. جربه، ولما تجربه ارجع اكتب لي شو صار معك. المي رح يغير الموضوع بشكل كبير، رح تتفاجئ منه. هلأ مو لازم يعني بنفس الطريقة انه شفف 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 شفف، لا، انت فهمت الفكرة اكيد صديقي. شرب شوية مشروب وشوية مي، وخلاله كل المكسرات الخضروات اللحوم. واذا اتبعت هاي الخطوات صديقي اكيد رح تتجنب الهانجوفر او الصداع والاعراض المزعجة اللي بعد المشروب. بس don't drink and drive، لا تسوق وانت تحت تأثير الكحول، لا تشتغل بآلات وانت تحت تأثير الكحول، ولا تشرب كتير. كاسك شفت فودكا، قطعت كاجو، باي.